دلوقتي مشكلة النور الناس كلها عايشاها، الناس كلها عايشة مشكلة النور، مفيش حد ما بيشتكيش من النور، بس الناس خايفة ان هي تتكلم ان النور بيقطع. واحد من الناس زيي، انا ديزاينر على الفوتوشوب، بشتغل مصمم، شغلي كله بيعتمد على الكهرباء. برنامج الفوتوشوب الناس كلها عارفة ان هو شغال على الكمبيوتر، والكمبيوتر محتاج كهرباء. كل شوية لما النور يقطع عليا لا بلحق اسيب حاجة، والعميل يطلب مني الحاجة والمفروض ان انا اسلمها له في الميعاد، لان انا مرتبط بيه، مرتبط بميعاد تسليم، ومرتبط بان انا لازم اسلمه الشغل ده في ميعاد، لان انا باخد فلوس مش بعمله الشغل ببلاش. لما انا النور يقطع عليا كل ساعة وكل ساعتين ببقى قاعد على الكمبيوتر ولا بلحق اصمم حاجة ولا بلحق حتى اسيف حاجة، يبقى ده مش هزار، دي ما بقتش دولة. لازم نشوف حل لمشكلة الكهرباء. الناس كلها ما بتتكلمش والناس كلها خايفة، ده مش معناه ان مفيش مشكلة، لا، في مشكلة ولازم كلنا نعترف ان في مشكلة. دلوقتي بص حضرتك، احنا بنتكلم على انقطاع الكهرباء والزبالة، والبلد خربت بسببه، حسبنا الله ونعم الوكيل. عمالين يقولوا ان الكهرباء ما بتقطعش على ايام الدكتور مرسي، بيقول لك بتتصدر لغزة. ودلوقتي بتتصدر لمين؟ لاسرائيل. انا عاوز اعرف الكهرباء دي بتروح فين كل يوم، كل يوم 5 ساعات وست ساعات وساعات 7 ساعات، الساعة واحدة بتقطع، الساعة 6 بتقطع، بعد الساعة 11 بتقطع، هنروحوا فين؟ والزبالة 45 مليان، شارع اسنا مليان، العصافرة كلها مليانة زبالة، واسكندرية معظمها فيها زبالة، ومفيش موظفين بتحترم الشغل بتاعها. تيجي تتكلم بتاع الزبالة يقول لك والله احنا عاملين انقطاع. أنا مش عارف الحكومة دي نايمة ليه؟ هي دي حكومة دي؟ ده شغل افترا، حسبنا الله ونعم الوكيل. عمال يقول لك انت نور عينينا، الله يخرب بيت عينيه وسنين عينيه، نور عينينا ايه بس؟ انت نور الضلمه كلها. والله العظيم انا ساكن في الدور الاولاني، عندنا لما النور يتقطع بيبقى فيه ميه عادي، لكن لما بيبقى فيه نور ما بيبقاش عندنا ميه خالص، يعني بنشغل موتور وبرده ما فيش ميه. فاحنا يا اما في البيت بقى كده عايشين، يا اما عندنا ميه يا اما عندنا نور. والحاجه مثلا لما يجي وقت الصبح تصحى بدري عشان تقعد تملى الميه، هي دي بقت عيشه؟ وبيقعدوا يقعدوا بوعود وبيخلفوا بيها، زي الجهاز اللي هو العلاج الايدز ده، وقعدوا بيه الناس وقالوا هيعملوه في 30/6، ولا عملوا اي حاجه من الحاجات دي. وبرضه قناه السويس هيبقى نفس الحوار، هيضحكوا على الناس وفي الاخر هيطلع فانكو.